متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة من قبل حواريكم النتائج الخاصة بالفيديوهات اللي كنت رفعها على هايلو اي اي, اي وشفنا الفيديوهات قد ايه الحركة بتاعتها ثابتة وحلوة بصراحة هايلو اي اي بينافس كلينج اي بشكل كبير الفترة الاخيرة من المواقع ايضا الجيدة جدا في انتاج الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي ولكن قبل كل شيء الصورة اللي احنا انتجنا من خلالها الفيديو الصوره كانت من موقع ديزاين دوت اي ومن كاركتر اوريدي موجود داخل موقع ديزاين دوت اي عنه من قبل وشرحته بالتفصيل عشان كده بس حبيت ان انا اقول لكم ان الفيديوهات دي اتعملت كومباينيشن ما بين حاجتين ما بين ديزاين اي اي في عمليه توليد الصوره والجزء الثاني اللي هو الهاي اي في عمليه توليد الفيديو والناس اللي هتقول لي انا عايز اعمل كاركتر مختلف للاسف لو انت في الخطه المجانيه على ديزاين اي اي هتستخدم الكاركترز الموجوده داخل الموقع نفسه اللي هو لك لكن عشان تعمل create new character يبقى انت لازم تكون في الخطه المدفوعه هتخش على ديزاين اي اي من الرابط الموجود في الوصف اسفل الفيديو وبعد كده هتروحوا على الكاركتر بريفيو علشان تنشئوا الكاركتر بتاعكم هتختاروا يا اما كونسيستنت كاركتر ودي الشخصيات الثابته اللي بيدور عليها اغلب منشئ المحتوى بالذكاء الاصطناعي وفي الكاركتر شيت اللي بيديك الكاركتر بتاعك بكذا وضع مثلا واقف بالجنب واقف وش الكاميرا لك ظهره يعني الشكل اللي انت شايفه ده احنا المره اللي فاتت استخدمنا الكونسيستنت كاركتر وشفناه مع بعض وكان في تشوز ا كاركتر عندنا كاركترز موجوده داخل الموقع وفي نيو كاركتر ودي لو انت موجود في الخطه المجانيه طب نفترض ان في حد موجود في الخطه المجانيه ايه الافضل علشان انشئ كاركتر او كاركتر استخدمه سيب لما تيجي تنشئ كونسيستنت كاركتر او شخصيه ثابته دايما تروح هنا لعلامه الاستفهام وتدوس عليها علشان هينقلك على الجايد اللي بيقولك ازاي تنشئ شخصية ثابتة ويز باستخدام هذا الموقع علشان تطلع افضل النتائج لازم تتبع تعليمات كل الموقع والتعليمات سهلة جدا في الاستخدام وبيوريها لك بالصورة وبالكتابة فخش شوف ازاي تقدر ان انت تكريت انيو كاركتر وتعمل ايه بالظبط علشان تنشئ الكاركتر اللي انت عايزه ده في حالة لو انت استخدمت الخطة المدفوعة وهتنشئ الكاركتر الخاص بيك اللي هتعمل بيه المحتوى واغلب الناس اللي عندهم قنوات لمحتوى قصصي كرتون بتفضل انها تستخدم هذه المواقع علشان تقدر تشتغل براحتها لكن احنا عملنا ايه المره اللي فاتت احنا استخدمنا شخصيه البوي وكل اللي عليك لو انت عايز تغير الحركه بتاعه الشخص في المشهد هنا مثلا الشخص هتسيبه زي ما هو لب شابي كيرلي هيرد كيد جرين كاب ممكن في الحاله دي مثلا سي تختار كاب او ما تحطش كاب خالص مش عايزه بكاب اشيل الكاب ده اليالو ممكن تخليه بلاك هودي وهنا ممكن تقول له دي التغييرات اللي انت ممكن تغيرها على الصوره اند كيكس ممكن تخليها بلاك وبعد كده هتبتدي ان انت تقول بقى الشخص بيعمل ايه هي is مثلا drinking milk بعد ما بتختار الابعاد الخاصة بالصورة بتاعتك زي ما احنا شفنا الفيديو اللي فات وبعمل كرييت وبينشئ الصورة بتاعتي هنا اقدر اعمل ايه هنا اقدر ان انا اغير في اللبس بتاعه ممكن ان انا اغير في الموفمنت هو بيعمل ايه بالظبط بيويف بيريد بيووك بيمشي بيقرا بيلوح زي ما احنا قبل كده خدنا الصور دي ورحنا بيها على لو اي اي علشان نستخدمها وانت بيكون لك 32 كريديتس زي ما اتكلمنا من قبل بشكل يومي يعني 32 كريديتس تقدر تستخدمهم بشكل يومي دي حاجه جيده جدا على فكره لان الموقع ده جودته رائعه جدا في انتاج الصور بصراحه يعني من تجربتي الشخصيه ليه فعلا موقع ممتاز زي ما احنا شايفين دي سود. وهنا بيشرب لبن لابس هودي اسود زي ما طلبت وهنا زي ما احنا شايفين ده الشكل هو عطيهولي عطاني فاريشن ممكن اعمل فاريشن من الصوره اللي عجباني اكتر وهنا هير دي كيد هودي واين هنا ممكن اقول بلاك هير هل ممكن يغير هنا غيرت بس لون شعره هنا انا غيرت في لون شعره كمان اقدر اغير في لون شعره انت ممكن تعمل تعديلات حلوه والله يعني على الشخصيه يعني ممكن تغير لون شعره وهنا مفيش كاب زي ما احنا شايفين وايضا الشورت ابيض الهودي اسود فممكن تعمل بيه شغل حلو برضو في الخطه المجانيه من وجهه نظري يعني هنا انت بقى بتبتدي تعمل داونلود وبعد كده انتقلت بقى الهايلو اي اي عشان اعمل الفيديوهات اللي انتم شفتوها المره اللي فاتت الفيديوهات رائعه كده زي ما شفنا في بدايه الفيديو واتكلمت عن السبجكت ريفرنس اداه جديده موجوده في هايلو اي اي بشكل مجاني تقدر تستخدمها حتى الان واقول حتى الان عشان يعني اتوقع ان في متابعين بعد كده ممكن مثلا يقول لا دي بفلوس ممكن تبقى بفلوس بعد كده بس انا بتكلم دلوقتي ان هي مجانيه لحد دلوقتي هي مجانيه فتقدر ان انت تستخدمها بترفع صوره الشخصيه اللي انت عملتها بالذكاء الاصطناعي عايز تثبتها وتبتدي ان انت تثبتها وتعمل بيها الفيديو بتاعك ده بالنسبه لهاي لو اي يعني بياخد وقت قد ايه لا بياخد وقت كبير شويه ممكن ياخد ساعتين ممكن ياخد منك ساعه انت بقى وحظك في الحته دي ولكن بياخد وقت النتيجه جيده جدا زي ما شفنا في البدايه حبيت اشارك معاكم مجموعه الفيديوهات اللي عملتها على هايلو اي اي اللي استخدمت فيها توليد الصور من ديزاين بالكونسيستنت كاركتر او الشخصيه الثابته هحط لكم رابط الموقعين في الوصف اسفل الفيديو اتمنى تكونوا بتستفيدوا من الفيديوهات اللي احنا بنقدمها حاول تستفيد من الخطط المجانيه قدر الامكان عشان تعمل بيها المحتوى حتى تستقر على الموقع اللي تحس إنه هو ده فعلا اللي انت هتعمل بيه المحتوى بتاعك ودايما لما تشترك في موقع لازم يكون الموقع ده هيضيف لك شيء هو اللي انت بتعتمد عليه في انشاء المحتوى بشكل عام يعني لو انت بتعمل محتوى قصصي للاطفال فخلاص انت ثبتت الموقعين اللي انت هتشتغل عليهم لحين ظهور موقع افضل او احسن او جودته احسن احنا بنحاول نستعرض كل المواقع الجديده اللي بتنزل يعني اول باول كده اب تو ديت وانت في الاخر خالص بتجرب وبعد كده في الخطه المجانيه وبعدين بتقرر انت هتشتغل على اي موقع هو ده اللي انت هتنشي بيه المحتوى بتاعك شوفوا الفيديو القادم باذن الله تعالى وزي ما بقول لكم تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ولو كنتم متابعين الاعزاء ما تنساش اللايك والشير والكومنت دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.